تذمر عدد من موظفي وموظفات مراكز التنمية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تذمروا بعد أن قامت وزارة العمل بإيقاف بدل الحقل. وراح نتكلم عن إيش هو بدل الحقل. هذا الأمر جعل كثير من الموظفين يطالبون بعودة هذا البدل، خصوصا في ظل التزاماتهم المالية القائمة لديهم. خلونا نشوف هذا التقرير، بعد ذلك سنتكلم بتفصيل أكثر. حكاية قصيرة تحكى على لسانهم، معاناة موظفي التنمية الاجتماعية الذي أهدر آمال الكثير من الموظفي في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. لا أنسى ليال مضت وأياما لن تعود، قضيتها بصحبة آمال مترفة مليئة بالهم الذي أهلكني وقضم من رأسي الشيب. البدل الذي هلكت وأنا أصدح بصوتي وأناديه هلم إلي. كفاكم ترفا بمشاعرنا وتعبنا الذي نال من وقتنا الكثير دون مقابل. هذا البدل من وزارة العمل الذي طال انتظاره وقل صبرنا وضعفت آمالنا في لقياه. لم أذكر هذا الحديث حتى أثير شفقة أحد، ولكن ليوضح أن ما ذكر آنفا لم يقتصر على مكافأة بدل محدد أو على مال أصبح صعب المنال. هل أقف على عتبة الانتظار طويلا لآخذ ما هو حقي؟ صميم ذواتهم لو عليها لقالت: هذا البدل لم تكن أنت عازتي وتربط حاجتي فيك حتى أصبح مقيدا ومكبلا بك، سأقف دونك. هل هو كذلك أصبح حال لسانهم؟ طيب، قبل ما نبدأ النقاش مع ضيوفي أنوه أنه فيه هاشتاج موجود أطلقناه في تويتر، إيقاف بدل التنمية على يا هلا. بإمكان موظفي وموظفات مراكز التنمية الاجتماعية في كل مناطق المملكة أنهم يشاركون بهمومهم ومعاناتهم ومطالبهم عبر هذا الهاشتاج. للحديث أكثر بتفاصيل أكبر ينضم معنا في الاستديو الأستاذ سعيد الزهراني وكذلك الأستاذ مبارك الدوسري، وكلاهما موظفين في مراكز التنمية الاجتماعية. وينضم معنا من استديوهاتنا في جدة العنود الرويلي، وهي أيضا موظفة في أحد مراكز التنمية الاجتماعية. حياكم الله معنا. راح نتكلم عن بدل التنمية وبدل الحقل وإيقافه وأضراره. خليني أبدأ معك سعيد، يعني نبدأ بس بسرعة يعني بإيجاز يعني وش مراكز التنمية الاجتماعية، حتى بس نسهل أو تكون مدخل لنا للحديث عن مطالب الموظفين والموظفات فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مراكز التنمية الاجتماعية هي مراكز تنموية اجتماعية تهتم في تقديم خدماتها لجميع فئات المجتمع، كبير وصغير، أطفال، معاقين، كل فئات المجتمع. هي وكالة التنمية الاجتماعية بعكس الوكالات الأخرى اللي في الوزارة، وكالة الرعاية، وكالة الضمان، هذه تهتم بفئات معينة من المجتمع. وكالة التنمية الاجتماعية تهتم بجميع فئات المجتمع، ويوجد ما يقارب تقريبا 40 مركز تنمية اجتماعية الآن تخدم هذه الفئات المجتمعية تنمويا. صدرت لائحة جديدة في عام 28 برقم 161، لائحة تنظيمية من مقام مجلس الوزراء، وصدر عليها لائحة تنفيذية أخرى من معالي الوزير في عام 1432. تنظم هذه اللوائح أعمال مراكز التنمية الاجتماعية وخدماتها. ثم أضيفت لمراكز التنمية الاجتماعية الإشراف الكلي غير اللجان التنمية الاجتماعية الأهلية المنتشرة في جميع مدن المملكة وفي جميع القرى والمراكز في أماكن نائية تخدم ببرامجها التنموية جميع فئات المجتمع. أضيفت لها الجمعيات الأهلية بكافة تخصصاتها. الجمعيات نسميها الآن الجمعيات الأهلية بكافة تخصصاتها. أضيفت المراكز؟ أضيفت المراكز التنمية الاجتماعية كالإشراف عليه. أضيف للمراكز مراكز تصاريح أهلية، منها
مراكز إرشاد أسري أهلية تصرح لها مراكز التنمية وتشرف عليها فنيا وإداريا، أضيف لها مراكز دراسات اجتماعية، أضيف لها مراكز ضيافة أطفال استحدثت مؤخرا، وهذه المراكز كلها تشرف عليها مراكز التنمية الاجتماعية في المملكة. أضف إلى ذلك أنه الموظفين في هذا المراكز يعملون على فترة، يعني العمل عندهم ليس عمل إداري فقط، 50% داخل الإدارة و50% خارج الإدارة. كم عدد الموظفين العاملين تقريبا في المراكز؟ تقريبا والله ما أدري، أنا ما عندي إحصائية بالنسبة لعدد الموظفين، لكن عموما الوزارة سحبت منهم أعداد هائلة في المشكلة الأخيرة على البدل وما البدل، فأصبحت العبء أكثر على المراكز. كونك أنت تشرف على جمعيات ومؤسسات خيرية ومراكز أهلية وتصرح لها، هذه تحتاج مجهود مضاعف من الموظفين، لأن أي خطأ أو أي مشكلة في النهاية لن يكون على الوزارة هي أي مشكلة، المشكلة كلها ستتجه على المركز ومن ثم على الموظف المشرف، لأن كل موظف يعني في ظل النظام الحالي كل موظف يشرف على كذا جمعية، يعني عدد من الجمعيات، قد يكون عندنا في بعض المراكز يصل عدد الجمعيات اللي يشرف عليها المركز إلى 20-25، غير المؤسسات الخيرية، غير المراكز الأهلية هذه اللي يعاملهم. أضف إلى ذلك كان أضيف إلينا في فترة من الفترات تنظيم برامج تنموية للمجتمع، إضافة إلى مراكز التنمية الاجتماعية، فكانت هذه البرامج تخدم جميع فئات المجتمع، كان ينظمها المركز وكانت تصرف لها ميزانية من الوزارة، وقفت لها فترة تقريبا، فصار التركيز بعد ما أضيفت لنا الجمعيات صار التركيز على الجمعيات والإشراف على هذه الجمعيات. طبعا العمل يحتاج منك فترات صباح ومساء، وليس يعني حدد النظام أنه يعمل الموظف من خلال بدل 3 ساعات يوميا إضافة إلى عمله، معدل 15 ساعة أسبوعيا، وأنا وإحنا في مراكز التنمية داخل العمل الميداني الوقت هذا ليس محدد. هذا هو بدل حقل أو بدل تنمية؟ هذا بدل حقلي، هذا البدل الحقلي مقابل الساعات الإضافية. مقابل الساعات، الساعات الإضافية هذه زي بدل خارج دوام تقريبا. أيوة يعني. الساعات الإضافية هذه ما تستطيع تحددها، العاملين في الميدان ما يستطيع، قد يحضر اجتماع جمعية من الساعة 5 العصر إلى الساعة 12 في الليل. اجتماعات من 5-12 هذه نسميها الاجتماعات اللي فيها انتخابات مجلس إدارة، بعض الجمعيات عدد أعضاء مجلس عدد أعضاء الجمعية العمومية الأعضاء يوصل إلى 7000 شخص، كالجمعية جمعية المتقاعدين، بعض الجمعيات التعاونية التجارية اللي تهدف إلى رفع مستوى المشاركين فيها اقتصاديا تصل إلى أعداد كبيرة. طيب. فتحتاج إلى مجهود ووقت أنت ما تستطيع تحدد. أضف إلى ذلك أن بعض الأعمال اللي يؤدونها الموظفين والموظفات في هذه المراكز مسافات، بعض المراكز تشرف على جمعيات ولجان على بعد 200 كيلو، ولا تسأل عن ما تعطي الوزارة من انتدابات، لأن هذه أصلاً ما تصرف إلا بعد فترات طويلة وقد لا يوجد بند. طيب. مبارك يعني هذا البدل، بدل تنمية وبدل الحقل اللي وضحوا لنا يعني يا أخوي سعيد، يعني أوقف بشكل مفاجئ من غير إشعاركم مسبقا؟ طبعا نحن كموظفين وموظفات مراكز التنمية تفاجأنا بقرار قبل شهر تقريبا بإيقاف هذا البدل بدون سابق إنذار، مما يعني جعل هناك تقريبا صدمة أو موجة غضب على موظفي مراكز التنمية الاجتماعية. طبعا إيقاف البدل طبعا هذا يلتزم عليه أمور كثيرة مالية كثيرة، طبعا أنا شخصيا ممكن يصفي من راتبي 800 ريال بعد القروض والالتزامات المالية، وكثير من القصص موجودة عندنا، كثير من كذلك الزملاء الموظفين والموظفات تنزل رواتبهم الآن بالسالب بعد إيقاف هذا البدل. طبعا إيقاف البدل ما كان هناك سابق إنذار من الوزارة أنه راح يتوقف. هل كنت ماشي مع فترة إيقاف البدلات اللي صارت يعني في موظفي الحكومة ووقف عليكم في تلك الفترة؟ طبعا ملاحظة مهمة، وبالنسبة لإيقاف البدلات عندما أمر بها لتصحيح وضع الدولة ما أوقف بدل التنمية، هذا أوقف منه فقط 5%،
وهذا يدل على أهمية القائمين، يدل على أن أهمية هذا البدل بالنسبة للعاملين في مراكز التنمية الاجتماعية. طبعا البدل موضوع شائك جدا، ضر تقريبا 5000 موظف وموظفة في مراكز التنمية الاجتماعية. كثير من الموظفين الآن سيدخلون في مشاكل وأزمات مالية قد توقف توصل إلى وقف الخدمات. يعني كم تقريبا مقدار هذا البدل؟ يختلف حسب المرتبة. لو لاحظنا هنا الآن عندنا مثلا المرتبة السابعة، هنا الآن تعريف قبل البدل وبعد البدل، فقد هذا الموظف تقريبا 2700 ريال من راتبه بسبب إيقاف البدل. وهذه ال 2700 وكم مجموع راتبه أصلا؟ تقريبا مجموع راتبه اللي هو تقريبا مجموع الراتب اللي هو 10000 وقف منه هذا طلع اللي هو 8000 بعد ما شالوا هذا البدل. طبعا هذا الموظف رسم على هذه ال 2700 امور كثيره، التزامات ماليه كثيره. اي بس الكلام من وزاره العمل فاجأوكم ولا اشعروكم مسبقا؟ ما في، بدون اشعار، بدون فجاه كذا وقف البدل. نعم، قالوا الشهر القادم سيوقف هذا البدل. صدر قرار من الموارد البشريه بايقاف البدل. طبعا القرار غير نظامي لسبب انه البدل موجود وبنص وزاري من مقام مجلس الوزراء في اللائحه التنفيذيه واللائحه التنظيميه. كوزاره ليس لها الصلاحيات في ايقاف البدل. يعني نظاميا اللي سوته وزاره العمل يعتبر اجراء غير نظامي لما وقفوا هذا البدل. القرار قرار انشائي فقط، ما بني على لائحه نظامي، ما بني على مستند نظامي. ثم بعد ان اثيرت المشكله في وسائل التواصل الاجتماعي نفت الوزارة إيقاف البدل. شوف التناقض، بعد ما نفت إيقاف البدل قالت أنه بيسوي تنظيم. هذا كان قبل ما يوقف ولا بعد ما أوقف؟ بعد ما صدر القرار. أيه؟ وأثيرت في قبل ما يطبق. بعد ما أثيرت في وسائل التواصل الاجتماعي. أيه؟ نفت الوزارة أنه نفي أوقف البدل. ثم بعدها صدر قرار فجأة أنه يوقف البدل الشهر الماضي. طبعا صدر اوقف البدل بدون اي مستند. قالوا ان احنا ننظم، او احنا ما عندنا مشكله في التنظيم. تدري وش المشكله فيها استاذ خالد؟ المشكله في انه منذ ان بدا البدل والوزاره تعطي تعريف بالراتب للبنوك. اذا راح الموظف البنك خذ التعريف بالراتب، البنك يبني على الحد الاعلى، فالموظفين والموظفات تورطوا في هذا اخذوا قروضهم على انه بدل التنميه وبدل حقل من ضمن احنا شوف فيه مستحقات، فيه مستند مع الوزاره على للوزاره انها تنظم. لكن المستند هذا ما الوزاره يعني كانت يعني الموارد البشريه، احنا بيكون معنا ان شاء الله خادم الخير المتحدث الرسمي لوزاره العمل بيوضح لنا وجهه نظر الوزاره. عندنا مشكلة. لا احنا نتكلم عن وجهه نظر الموظفين، احنا نتكلم عن انه البدل هذا يعني إذا يوم أضيف في تعريف الراتب تضرر منها الموظف، لو ما أضيف قد يكون فيه شيء ثاني، يعني في كلام ثاني، لأن البنك يبني لا تكون أهون المصيبة أهون يعني المصيبة. لكن يروح الموظف يأخذ التعريف بالراتب ويروح للبنك، البنك يحسب على الحد الأعلى، لذلك تضرر كثير من الموظفين. الآن بعض الموظفين عندهم عجز في الميزانية أو كثير منهم عندهم عجز في الميزانية. طيب خلينا نروح للعنود. العنود يعني بسأل كم ساعات العمل اللي تعملونها وتقضونها واللي على غرارها فعلا يعني استحقيتم بدل التنمية وبدل الحقل اللي يقدم لكم، وليش تحسون فعلا؟ أنا أبغى أسمع صوتك، يعني سمعنا صوت الأخوان اللي معانا، خلينا نسمع صوت يعني صوتكم كنساء. حجم الضرر اللي بيصير عليكم بعد ما تم إيقاف هذا البدل من غير سابق إنذار كما ذكر ضيوفي. أنا أكمل على زميلي. تفضلي. فعلا إحنا كلنا تضررنا، وأولهم أنا بالالتزامات المالية. إحنا بدل الحقل فعلا لما جينا ناخذ قروض حسب من ضمن الراتب، فلما لما انشال بدل الحقل خلاص ما عاد يبقى لنا شيء اصلا.
هو المتنفس الوحيد من بعد الراتب الأساسي. الأساسي كله راح أصلا، كله قروض للبنك، قروض خارجية، التزامات مالية، فالحمد لله. وأنا ما أقل ضرر عن زميلاتي، زميلاتي وزملائي برضو نفس الحكاية، متضررين أكثر مني. في اللي أقل منا مرتبة نفس الحكاية متضررين، ما لهم أي متنفس الآن. وفعلا في أحد من زميلاتي في السالب، راتبها في السالب، وتعول أيتام بعد. معقولة راتب بالسالب؟ أيوة يوصل للسالب. إحنا اللي رافعنا كان البدل، البدل هو اللي كان رافعنا. طيب خلوا تبقوا معي، بس خلونا ناخذ صوت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. انضمعنا متحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أستاذ خالد بالخيل. أستاذ خالد مساك الله بالخير. مساء الخير لكم، مساء الخير للمشاهدين. طيب حياك الله، خلينا نبدأ معك. يعني إيش هي كانت مبررات أو مبررات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حتى تقوم بإيقاف بدل الحقل على موظفي مراكز التنمية الاجتماعية؟ طبعا احنا اعلنا يعني حتى يعني في حساباتنا واصدرنا بيان ان ما يتعلق في بدل الحقل، هو طبعا الوزاره ملتزمه بدفع بدل الحقل للموظفين والموظفات في مراكز التنميه الاجتماعيه وفقا للائحه التنفيذيه التي نصت على صرف بدل البدل بنسبه 25% من الراتب الاساسي لقاء العمل لثلاث ساعات يوميا بمعدل 15 ساعة أسبوعيا خارج أوقات العمل الرسمي. يعني هذا التنظيم أعدناه من جديد بتنظيم جديد، وحاليا يوضع آلية جديدة للصرف بحسب ما نصت عليها المادة. فبالتالي أعلننا ذلك وأمام الرأي العام. وش نصت عليها المادة؟ المادة نصت على أنه يصرف بدل البدل بنسبة 25% من الراتب لقاء العمل ساعات إضافية لا تقل عن ثلاث ساعات يوميا حسب ما تقتضيه مصلحة العمل. طيب وفق الضوابط. طيب وش يمكن يعني هم الجماعة يقولون الوزارة من غير سابق إنذار وقفت هذا البدل، وأنت تقول أنه المستند للنظام أنه يصرف بدل النقل 25% لقاء ثلاث ساعات خلال خمس أيام، طبعا أيام عمل الأسبوع، لموظفي مراكز التنمية الاجتماعية. اللي حاصل انه مثلا الان نتاكد انه فعلا، طبعا هو كان عدد الموظفين قليل في السابق، والان عدد الموظفين بعد التثبيت وصل عددهم الى حوالي 4000 موظف وموظفة، فاعيد تنظيم فقط تنظيم هذه ساعات العمل الذي يستحق ساعات العمل يعمل خارج اوقات العمل الرسمي وفق التنظيم الجديد سيحصل على بدل النقل كما التزمت الوزارة، بدل حقل عفوا. فبالتالي هو تنظيم جديد، وتم إشعار الزملاء. طبعا كان فعلا زي ما ذكروا أنه كان في إيميل يعني أرسل لهم، والإيميل هذا قبل يعني الراتب قبل حوالي أكثر من شهر، فهو لم يكن مفاجئ بالشكل الذي ذكر. فبالتالي هو سيعاد تنظيمه فقط. بس خالد اسمح لي، يعني انا احسكم يعني سبقتم العصابه قبل الفلقه. يعني فجاه كذا، وحتى لو اشعرتوهم الناس عندهم التزامات، يعني على اقل تقدير حتى لو كانت الوزاره بتعيد النظر، يعني اعطوا الناس مساحه على اقل تقدير السنه يرتبون امورهم يعرفوا. وانتم بعد انتم الى الحين ما بعد اعلنتم عن الاليه الجديده، يعني فمجرد انكم وقفتوا البدل عنهم ووعدتهم وقلت لهم لا احنا بنعيد السياسة، واللي فهمته من كلامك انه ما راح يصرف في كل الموظفين لمراكز التنمية، فقط اللي عملهم ميداني. صحيح، العمل اللي يستحق اللي يعمل ثلاث ساعات سيحصل عليه. طبعا هو يعني البدل هو يعتبر زي ما ذكروا الزملاء هو خارج دوام، يعني خارج عمل. فبالتالي انه هل يعني السؤال هل يعني هذه الزملاء كلهم حيعملون خارج أوقات العمل الرسمي؟ إذا كان هذولا كلهم الجميع يعمل خارج أوقات العمل الرسمي بهذا الشكل فسيصرف. أما إذا كان الذي يعمل لأوقات خارج الدوام الرسمي فقط عدد محدد سيحصلون عليه، فبالتالي هو في النهاية خارج دوام. وأيضا الوكالة يعني تقوم عند الوكالة، هذا المراكز التنمية جزء من وكالة التنمية يعني. فبالتالي عدد موظفين وزارة أكثر من 20,000 موظف،
لما يكون في خارج دوام ويعاد تنظيمه أعتقد أنه يعني ليس إيقاف بالمعنى اللي تم الكلام عنه. طيب الشباب عندكم مداخلة مع الأستاذ خالد. الأستاذ خالد هو صدر قرار بإلغاء البدل، صدر قرار بإلغاء البدل من الإدارة العامة للموارد البشرية، قرار بإلغاء البدل اللي صدر قبل اللي احنا نقول مفاجأة، هو صدر قرار بإلغاء البدل نهائيا، ثم بعد أن أثير في مواقع التواصل الاجتماعي البدل الوزارة نفت على لسان على لسانك أنت أنه أوقف البدل وسيعاد تنظيمه، بعدها بشهر أوقف البدل. هذا جانب. الجانب الثاني أنه الموظفين متضررين من تعريف الراتب اللي كانت تصدرها الموارد البشرية، تصدر تعريف الراتب فيها البدل. الآن يعني موظف حسب راتبه في البنك على أساس البدل، وإحنا نقول خارج دوام أو كخارج دوام، الآن حسب على أساس البدل. الآن كيف وش الحل مع هذا الموظف أو الموظفة؟ ثالثا في عندنا موضوع اللي هو سحب أعداد هائلة من الموظفين داخل في التكليفات الأخيرة، سحب أعداد كبيرة من مراكز التنمية الاجتماعية بالتكليفات، فالآن أصبحت المراكز الآن في مشكلة الآن لا تغطي عملها، وأنت يعني سيد العارفين أنه الجمعيات في ازدياد خاصة مع رؤية المملكة عام 2030، معروف أن هناك عمل كبير في زيادة الجمعيات في زيادة الجمعيات ولجان التنمية الاجتماعية والمراكز اللي الأهلية اللي تشرف عليها المراكز. فإحنا فالآن الوزارة إلى الآن ما أعطت الموظفين المتضررين حل، اللي قالت إنها بترجع تنظم وبترجع تنظم المستحقين البدل اللي ينزلون ميدان، أما غيرهم ما يستحقون يعني غيرهم لا يمكن يشتغل لا يستحق البدل. طيب واضح تعليقك خالد. طبعا الوزارة تقوم بعملها ولا يكون إن شاء الله هناك يعني تضرر للجمعيات، وكالة كبيرة جدا وكل ما ذكر طبعا هو زي ما ذكرنا أنه تنظيم هذا الآن قائم في الوزارة وسيعمل وفق الآلية الجديدة وإن شاء الله بإذن الله يعني. طيب يعني وراكم وقفتوا قبل ما تخلصوا الآلية الجديدة، كان خلصتوا الآلية الجديدة وقضيتم منها وأعلنتم عنها وعطيتم مهلة، في ناس عندهم قروض يعني على كلام أخت العنود واحدة من الموظفات صار راتبها صار بالماينس حسابها، يعني حتى يمكن البنك شريك اللي عطى قرض عالي لكنه بالماينس أنه بنى على هذا البدل، ففي معاناة عند الناس في هالجزئية، يعني أنا حس كانت مباغتة لهم، وحتى لو كان في بعاد النظر طيب عطوا مساحة من الوقت يا جماعة خلصوا الآلية وبعدين وقفوا. أنا اللي أفهمه أنه يعني اجتهاد من الوزارة وتوقيت كان سبقتم الموضوع وتضرروا ناس كثيرين. هو كما هو معروف أنه خارج الدوام يعاد تنظيمه أما بالزيادة أو بالنقص، يعني هذا خارج الدوام يعني يعاد تنظيمه بشكل دائم، مو فقط في الوزارة، في أي جهة لا بد أنه يعاد تنظيم، أحيانا يستمر سنوات ثم يعاد، هو يعيد تنظيمه مثل عام 28 ثم يعيد تنظيمه عام 32، فالآن يعاد التنظيم، هو في النهاية خارج دوام يعني ليس اي بس يعني بس يعني ليش ما خلصتم اللائحة والجديدة والتعديلات وبعدين أعلنتم عن هذا الأمر وأعطيتم مساحة من الوقت وبعدين طبقوا الآلية الجديدة؟ طبعا كل ما ذكر زي ما ذكرتك هو حيكون محل اهتمام والنظر فيه، ولكن الوزارة الآن مستمرة في عملها وفي الجمعيات والمراكز، وما حصل هو زي ما ذكرتك هو إعادة تنظيم لهذا البدل وسيتم صرفه للأشخاص الزملاء اللي يعملون. متى والله ما أقدر أعطي الآن وقت محدد حتى أشوف الزملاء في الموارد البشرية أين وصلوا في هذه التنظيمات. الإيقاف ما عندكم مشكلة جاهزين، لكن الإعادة يعني تحتاج إلى وقت يمكن، بس خليني أخذ في عندي الأخ مبارك يبي داخل معك أخوي خالد آخر مداخلة. أستاذ خالد أنت ذكرت قبل قليل أن ما هناك ضرر، ممكن ما أدري أنت ما اطلعت على الشارع أو مطالب الموظفين أثيرت هذه المواضيع إعلاميا ومواقع التواصل الاجتماعي وذكر الموظفين أن هناك ضرر كبير،
فلم يعني يكون هناك يعني تصريحات يعني صادقه وواضحه بخلال الضرر. الضرر موجود، اما انك تقول غير موجود الضرر، لا الضرر موجود. انا قلت الضرر، انا ما تكلمت مع عشان جاب الاخ سعيد عن الجمعيات، انا تكلمت عن الجمعيات، يعني لا يفهم انه يعني الضرر على ان الجمعيات راح تتعطل والوزاره راح تعطل عملها، لا انا اتكلم عن ضرر الجمعيات ولم أتكلم عن ضرر الموظفين، أنا أتكلم عن ضرر الجمعيات. ردا على الأخ سعيد أنه هذا الآن هو ذكر أنه حيكون في ضرر للجمعيات، فأنا أقول أنه لا، الوزارة حتستمر في عملها، والجمعيات لها حوكمة ولها آليات عمل ولها تنظيمات ووزارة تشرف عليها، فهذا الذي قصدته في موضوع الضرر. طيب، شكرا استاذ خالد ابو الخيل المتحدث الرسمي لوزاره العمل والتنميه الاجتماعيه. عندكم تعليق على كلام الاخ خالد؟ تعليق على خارج دوام، هو واضح في اللائحه مكتوب بدل حقل يصرف لجميع، لو رجعنا للائحه التنظيميه مكتوب بدل حقل يصرف لجميع يعني موظفي وموظفات مراكز التنميه الاجتماعيه دون ان يذكر فيه خارج الدوام. خارج الدوام له اليات، يعني مش صحيح انه هو خارج لا الدوام، لا ليس خارج الدوام، انا ما راح خارج دوام، هو بدل حقل استاذ خالد. طب هو جرى 3 ساعات اضافيه تعملونها، هو يعني اشبه ما يكون بخارج دوام. هو اشبه ما يكون بخارج دوام، لكن هو في الحقيقه بدل يصرف مع الراتب. خارج الدوام ما يصرف مع الراتب، ولا تنظيم اخر خارج الدوام ياخذونه في الوزاره، وفي ادارات تاخذه في الوزاره وشغاله عليه، يصرف موافقه من صاحب الصلاحيه حسب البند الموجود في الوزاره المخصصه للخارج الدوام. هذا بدل حقل مصروف موجود اصلا، مصروف ضمن الميزانيه، منصوص عليه ضمن اللائحه التنظيميه للمراكز التنميه الاجتماعيه اللي صدرت من مجلس الوزراء رقم 161 في 11/5/28. طيب، وش رايكم في 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 حديث استاذ خالد انه هذا البدل من المفترض ان يصرف لمن يعني يستلزم عليهم العمل ساعات اضافيه؟ ما عندنا مشكله احنا في التنظيم، واحنا مع الوزاره في التنظيم، لكن المشكله والكارثه اللي حصلت على الموظفين انه وضع في تعريف الراتب، في خطاب تعريف الراتب اللي راح به الموظف البنك وتضرر منه. طيب، تبون تسمعوا وجهه نظر قانونيه؟ خلوا معنا المحامي نواف البليهد. استاذ نواف، مساك الله بالخير. السلام ورحمة الله. الله حياك الله. الأخوان في مراكز التنمية الاجتماعية يرون الوزارة ظلمتهم بأن أوقفت عليهم بدل حقل أو ما يسمى ببدل التنمية، وأتوقع يمكن تابعتنا قبل قليل تحدث عن الموضوع، كان في مداخل الأستاذ خالد أبو الخيل. نظاميا قانونيا، هل إيقاف هذا البدل يعني تم بناء على مستند نظامي حتى يقولون وزارة العمل أنه سيعاد النظر بلائحة جديدة لهذا البدل، ولا ترى الأمر ما كان نظامي؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، راح أتناول الموضوع طبعا من ناحيتين، الناحية القانونية والناحية الإدارية. الناحية الأولى وهي الناحية القانونية، أمامنا 3 نصوص قانونية. النص الأول صادر من مجلس الوزراء كلائحة تنظيمية، والذي قرر فيه لموظف التنمية الاجتماعية بدل حقل 25% بشرط أن يعمل 3 ساعات إضافية يومية في المادة 17 من اللائحة التنظيمية صادرة من مجلس الوزراء. أمامنا أيضا نص قانوني آخر في مادة 19، والذي صدر من معالي الوزير وفق لائحة تنفيذية للقرار السابق الصادر من مجلس الوزراء، وأعطاهم نفس البدل بشرط أن يعمل 15 ساعة إضافية أسبوعية. يعني إذا وزعنا 3 ساعات يوميا على مدى أسبوع أو 5 أيام عمل، طلع معنا 15 ساعة. النص القانوني الثالث اللي هو الصادر من مدير عام إدارة الموارد البشرية، وأوقف فيه هذا البدل. فنص مجلس الوزراء أعطى الموظف هذا البدل، واللائحة التنفيذية الصادرة من معالي الوزير تعطي أيضا الموظف هذا البدل، ثم بعد ذلك يوقف هذا البدل بتعميم من مدير عام إدارة الموارد البشرية. ومن المعلوم، يعني هذه النقطة المهمة بالناحية القانونية،
أن المستقر عليه في مبادئ الأحكام الإدارية عالميا وليس فقط عندنا في المملكة العربية السعودية بل عالميا المستقر عليه في مبادئ الأحكام الإدارية أن النص القانوني إذا صدر لا يلغيه إلا نص قانوني آخر مساو له أو أعلى منه. يعني أفهم من كلامك أنه خطاب وقرار مدير الموارد البشرية بوزارة العمل باطل وغير صحيح. نعم بالضبط. كيف يمكن لتعميم صادر تعميمه يعني تصنيف القانوني يعتبر تعميم ليس نظام ولا لائحة فكيف يمكن لتعميم صادر من مدير الموارد البشرية أن يلغي لائحة تنظيمية صادرة من الوزير وأيضا يلغي لائحة تنظيمية صادرة من مجلس الوزراء وبنفس الوقت يلغي لائحة تنفيذية صادرة من معالي الوزير؟ طيب كان يعني وجه نظر الوزارة أنه إحنا قاعدين نعيد ترتيب اللائحة التنفيذية وأنه هذا البدل المفروض أنه يصرف لمن عملهم يعني يستدعي خارج دوام، والإخوان يقول لا هو فرق يعني ما نص أنه هو خارج دوام، هو طلب في اللائحة أنه يعملون 3 ساعات إضافية. هل التبرير اللي ذكرته الوزارة بإيقاف هذا البدل وإعادة ترتيب اللائحة التنفيذية وتنظيمها مقبول يعني قانونيا ولا يعتبر لا يعني عذر يعني ليس بذاك المنطقية؟ لا يمكن أن يوقف أو أن يوقف بدل صدر لائحة تنظيمية ثم بلائحة تنفيذية بناء على تعميم. بل يجب أن يكون هناك قرار صادر يعني موازي للنص القانوني السابق الأقوى اللي هو الصادر من اللائحة التنظيمية وكذلك من اللائحة التنفيذية من معالي الوزير. طيب. هنا يمكن وقف يعني مدير عام الموارد البشرية يفترض فيه أنه استند إلى نظام أو لائحة تنفيذية على الأقل. على كذا نواف بس خليني أتكلم بصوتهم الأخوان وحتى إذا بون أو أرادوا أنهم يدخلون معك. على كذا يعني من المفترض أنه يكون هناك تظلم من قبل موظفي وموظفات مراكز التنمية الاجتماعية وبإمكانهم أن يرفعون قضية على وزارة العمل في ديوان المظالم. أي طبعا هذا حق يعني بالنسبة لهم هذا حق لهم أنهم يظلمون أمام وزارة الخدمة المدنية كإجراء يعني إجرائيا يظلم أمام وزارة الخدمة المدنية ثم بعد ذلك إذا ردت الجهة اللي هي طبعا وزارة العمل مراكز التنمية الاجتماعية إذا ردوا خلال شهرين لابد أن خلال الشهرين من ردهم يرفع ديوان المظالم. طيب. هذا الإجراء يعني. طيب لو أعادت هذا البدل وبدل ما يصير للجميع صاروا لا يلزمونه بمن يستدعي عمله خارج دوام أو ساعات إضافية، هل هذا مقبول قانونيا؟ هو يفترض فيه أن البدل مشروط بشرط واحد واضح إيه؟ اللي هو طبعا أن يكون بساعات إضافية، هذا اللي نص عليه النظام. جميل. طبعا الأخوان لما شرحوا مشكلتهم تكلموا عن موضوع أنهم يداومون مسائي، يعني الزميل اللي تواصل معي حول الموضوع هذا يقول حنا نداوم من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 9 مساء في بعض الأحيان. فالشرط واضح اللي هو 15 ساعة إضافية خارج العمل. جميل واضح. أي موظف انطبق عليه الشرط هذا بغض النظر عن مسمى وظيفة سواء كان مدير أو رئيس قسم أو مستخدم، فأي موظف ينطبق عليه الشرط هذا يستحق البدل. يعني يوجد نظائر كثيرة في ديوان في المحكمة الإدارية حكم للموظفين بمستشفيات الصحة النفسية وأيضا مستشفيات الصحة كبدل العدوى لمجرد أنه فقط باشر العمل في المختبر لأنه يتسبب العدوى، فأقر هذا الحق لهم وعوضهم هذا البدل. جميل شكرا لك. الشرط واضح أنه يكون خارج ساعات العمل. شكرا لك. أي موظف ينطبق عليه هذا الشرط جوز له المطالبة. طيب شكرا لك أخوي نواف يعني على هذا الإيضاح القانوني. يعني الحمد لله احنا في دولة نظام ودولة قانون
وبالإمكان أن الواحد حتى يترفع ضد الجهات الحكومية إذا كانت قد ظلمته هذه الجهات الحكومية وسلبت له حقا. طيب خليني بس أنا الوقت داهمني وبعطيك الواحد منكم مجال، لو ربط هذا الموضوع يعني خلينا أقول لك الآن خلال المرحلة القادمة أعادوه على سبيل المثال بس بآليات أخرى وغير هذا البدل، هل هذا سيكفيكم ولا لا أنت تريدون أن يعود كما كان وهذا لن يرضيكم؟ أنتوا رحتم لديوان المظالم تواصلتم معه قدمتم في شكاوى للمظالم؟ طب ما تجمعون صوتكم كلكم أنتم وتروحوا يعني؟ بس في نقطة مهمة سيد خالد، في نقطة مهمة يعني يمكن ما اتفق لها، في نقطة مهمة جدا أنه عندما غيرت اللائحة، اللائحة التنفيذية صدرت عام 28 بعد 90 يوم من اللائحة التنظيمية الصادرة من مجلس الوزراء، بعدها في عام 32 اللي في تاريخ تقريبا عام 32 طيب بس صدرت يعني تأذلي بس في خبر عاجل، يعني اعتراض صاروخ باليستي أطلقته ميليشيات الحوثي على جازان، قوات الدفاع الجوي السعودية استطاعت أنها تدمر هذا الصاروخ ورد الله كيدهم في نحورهم ولن يستطيعوا وخاب مسعاهم أن يمسوا شبرا من مملكتنا الغالية، وهناك رب يحميها وبعد عناية رب العالمين هناك شعب وهناك جنود بواسل يحفظون ويصونون هذا الوطن يضحون بدمائهم، أبطال البواسل في الدفاع الجوي الله يعطيهم ألف عافية. عفوا قاطعتك لهذا الخبر العاجل، بس الله سبحانه وتعالى أن ينصر جنودنا إن شاء الله آمين. وأن يكفينا شرهم شر الأعداء أعداء هذا الوطن. قلت أنا إنه البدل إنه صدرت اللائحة التنفيذية بعد اللائحة التنظيمية بتسعين يوم، بعدها في عام 32 صدرت اللائحة التنفيذية الثانية للائحة التنظيمية صدرت عام 28 لم يوقف البدل. أنا الإجراء اللي اتخذته الوزارة بتغيير اللائحة التنفيذية هي عشان تصدر تنظيم جديد لازم تغير اللائحة التنفيذية، وموجود نص في 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 اللائحة التنظيمية أن الوزير يغير بعد كل فترة يغير اللائحة التنفيذية، لكن ما فيه شيء يوقف البدل ثم أني أقعد أفكر وبعدين أغير اللائحة التنظيمية. هذا جانب. الجانب الثاني الموظفين والموظفات، أنا أضمن لك أنهم لو أعطوا الوقت الكافي وأعطوا الدعم والتحفيز الكافي عملوا أكثر من 3 ساعات يوميا، لسبب أنه الجمعيات في ازدياد. الجمعيات كل يوم يصل مراكز التنمية أكثر من 5 إلى 6 طلبات تأسيس جمعيات، وخاصة صار في مرونة في الأول الأخير إضافة إلى عندنا تأسيس جمعيات. نعم، إلى عندنا مراكز أهلية شغالين عليها، مراكز أهلية تجارية ضيافة أطفال، مراكز دراسات، مراكز استشارات أسرية، وهذه الآن شغالة ومفتوح المجال أيضا، إضافة إلى ذلك لجان تنمية اجتماعية شغالين، إضافة إلى ذلك عندنا أضيف إلينا تراخيص الأسر، أسر كل أسرة تفتح صندوق نسميه صندوق الأسرة، شفت كيف؟ هذا العمل، هذه الصلاحيات تضاف لمراكز التنمية ويشال البدل منها. فإحنا يعني رقم يعني مهام كانك تقول يا جماعة المهام علينا قاعدة تزيد وأنتم والموظفين ينقصون عدد الموظفين قاعد ينقص، الموظفين قاعد ينقص الآن يأخذون ولا يعطون، ونقصوا رواتبكم يوم وقفوا هذا البدل. فإحنا المسألة 3 ساعات هو أفضل للوزارة أن تحفز الموظفين بدون ساعات، تعطيهم بدل يتثبت البدل وتطلب منهم العمل، أنت حفز ثم عاقب. طيب خليني مبارك وش يعني أنا بس أتكلم أنه ربط بال3 ساعات يعني اللي 15 ساعة أسبوعيا، الآن مع الوضع الحالي هل صار الموظفين يعني والموظفات يكتفون بالدوام ولا يعملون حتى ساعات إضافية؟ طبعا اكتفاء او ربط الضوابط هذه على من يعمل في الميدان، طبعا هم في الوزاره طلبوا ان يكون هذا الدعم خاص لمن يعمل في الميدان، وقاموا برفع بعض الاسماء، بعض المراكز رفعت بعض الاسماء ان هذه هي الاسماء هي فقط من يستحق هذا البدل، طبعا هذا خبر مؤكد من بعض مدراء المراكز. طبعا هذا الموضوع راح يضر كثيرا بعض الموظفين،
كثير من الموظفين راح يضر هذا الموضوع، لأن فقط راح يختصر على جزئية أو جزء معين من الموظفين. مع أن هناك استحقاقات أكثر، يعني هم فقط قالوا المشرفين مشرفين الجمعيات وكذلك لجان التنمية هم فقط يستحقون هذا البدل. طبعا لو لاحظنا في عمل المراكز فهناك من يعمل غير هؤلاء، سواء من اللي مسكين في الإعلام، كذلك في مستخدمين والسواقين كذلك يعملون مسائي. في مراكز تنمية تعمل فيها أقسام نسائية تعمل حتى الساعة 9 مساء. فليش يختصر هذا الموضوع على مشرفي الجمعيات واللجان؟ عملنا ليس ميداني فقط، نحن نقوم ببرامج وأنشطة داخل المراكز. طيب خلينا شيء يا أستاذ خالد. أنا بس يعني أنتم ما شاء الله أخذتوا راحتكم، مثل ضيفتنا بجدة قصرنا. معلش هذه مهمة. طيب خليني أروح الأخت العنود وبعدين برجع لك. الأخت العنود يعني خليني أختم معك بس يعني نلخص مطلبكم كعاملين في مراكز التنمية الاجتماعية، ومنبر يا هلا إن شاء الله أنه سيوصل صوتكم، تفضلي. أيوة أستاذي، فعلا إحنا عملنا عمل جماعي وليس فردي. فعلا في منا القسم النسائي عندنا مثل معارض الأسر المنتجة يطلعون الموظفات مسائي يمتد من أسبوع إلى أسبوعين، يعني من الساعة 5 إلى الساعة 9:00 إلى أن ينتهي هذا المعرض. وكل عندنا كل وحدة مرتبطة بالوحدة الأخرى، يعني ما عندنا وحدة منفردة بعملها. جميل. طيب الوقت أنا ما عندي إلا نقطة بسيطة قوليها. أنا بس صراحة أناشد مليكي وسيدي خادم الحرمين الشريفين أنه يتدخل في وضعنا هذا، ويشوف أنه رواتبنا الحين ما يعني يلا تعيشنا، وخصوصا مع الغلاء. الغلاء المعيشة الآن يعني أنت عارف، خصوصا طار البدل وطار هذا كله، إيش يبقى لنا؟ ما يبقى لنا شيء. إحنا بس نناشد وربي يسر الأمور، تسهل أموركم إن شاء الله. وحنا بدور الناشد يعني أكيد لك ما راح تقصر أبدا، وكذلك ناشد وزارة العمل نظاميا وفقا لكلام الأخ نواف المحامي قبل شوي معانا، قراركم لم يستند لنظام، يعني لقرار ومستند نظامي بإيقاف هذا البدل. أنا وقت داهمني أنت عندك بس إضافة مختصرة جدا. عندي إضافة عن خارج الدوام اللي يتكلم عليه أستاذ خالد. خارج الدوام ترى أفضل من البدل، لأنه يحسب على 3 ساعات، يعني يجيك نص الراتب. 25% هذه أقل من البدل. إضافة إلى ذلك أنه ما يحسب للموظفين روحتهم وجيتهم بالمشاوير وسياراتهم الخاصة، وبعض الموظفات لموزينات أو سيارات أجرة عشان تروح المنطقة والمكان وتشرف على الشغل هذه. طيب. هذه كلها الوزارة يمكن ألغتها وبدأت تفكر في تفكير إداري أو ارتجالي ما هو من واقع. طيب أنا أتمنى الوزارة تعيد النظر في 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 موضوع إيقاف هذا البدل، والأخوان المضررين والمضررات بإمكانهم الحمد لله إحنا دولة القانون، هناك ديوان المظالم بإمكانهم يجمعوا صوتهم ويرفعوا يعني قضية ضد وزارة العمل حول هذا القرار وإيقاف هذا البدل، وبالتأكيد يعني القانون هو سيحكم في هذه القضية. شكرا لكم على تواجدكم معنا، شكرا لك أستاذ سعيد الزهراني ومبارك الدوسري والأخت العنود الرويلي من موظفي وموظفات مراكز التنمية الاجتماعية. فاصل قصير وبعد الفاصل رجع لكم.